مساكم الله بالخير يا الربع، حياكم الله يا المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد، صل على النبي، يعطيكم العافية. اخواني اليح الملكي ما متوفر، فإن شاء الله بإذن الله أول ما يوصل اليح رايح أنزل في السناب الحساب، تابعونا أغلبيته في السناب. اليح موجود لكن اليح اللي أبغي أنا ما متوفر، فما أقدر أجيب أي إخواني، لأني آخر حمولة جبته حقيقة يعني تأسفت بيها، لكن ربي يعوضني خير بإذن الله، ربي يعوضني خير فيها إن شاء الله. والشمام العنصي إن شاء الله احتمال يكون متواجد، باقي الأغراض التمر الخلاص، تمر الفرض موجود، تمر الجودة رقم واحد، وعندي الأشار سبايتي وبدون سبايتي موجود، عندي العوال أنواع وأشكال، عندي السمن العربي، العسل السمر، العسل السدر، خل الليمون، عندي الحنة العماني، هذا الموجود معاي، والمالح الجيذر والمالح الضلع أو الحبس موجود وجاهز للأكل، والملح العماني كذلك موجود. فأرجو من الجميع يعني عشان الجح لحد يتعني مكانه بعيد، إخواني ما أريد أخسركم وأخسر زباين، لكن إن شاء الله أول ما يوصل رايحة أنزل في السناب، تابعوا يومياتنا في السناب بإذن الله تعالى، فأرجو المعذرة والسموحة من الجميع. وعلى هاي الأجواء جالسين في هذا المكان، والعم سالم بن سهيل قال بيسمعنا قصة عن صلاة العصر. ايه ان شاء الله. اول باقي نمسى عليهم بالخير، نمسى على الجميع، ونمسى على المهندس علي الهوم، المهندس علي الهوم، ايوه نمسى عليه بالخير، الله بالنور، ونمسى عليك الاستاذ احمد، يا هلا وسهلا. بسم الله والحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين. أتكلم بس شوية عن صلاة العصر. يعني الله تعالى في القرآن الكريم يقول حافظوا على الصلاة، بسم الله الرحمن الرحيم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يعني الصلاة، الله تعالى في القرآن الكريم يقول حافظوا على الصلاة، بسم الله الرحمن الرحيم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يعني الصلاة الوسطى قالوا المفسرين، أغلب المفسرين وأغلب العلماء قالوا بأنها هي صلاة العصر، لأنها تقع بعد الظهر، يعني في مكان يعني حرج، تقع في وقت حرج صلاة العصر. فيقولوا الكلمة هذه تقصد أنها صلاة العصر، ومنهم من قال صلاة العشاء، ومنهم من قال صلاة الفجر، لكن الأغلبية، أغلبية العلماء قالوا بأنها هي صلاة العصر، مثل ما قال ربنا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قالوا الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال من 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 صلى البردان أو البردين دخل الجنة. فقالوا العلماء أنها البردان أو البردين هي صلاة العصر، فالتأكيد على صلاة العصر أنها يعني مهمة جدا كما ذكر رب الرسول في القرآن الكريم، والرسول عليه الصلاة والسلام من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. مساكم الله بالخير جماعة، شال الأخبار، شعل النوم، شعلوم سلامة. حلو حمن الهوم؟ لا اي نعم الله وياه. الغريب ان ابو لؤي ما يفوت شيء. لا يا سلام عليهم. انا عبد يلا نبي ناكل. ها هذا صار لنا بالبيت الماتبر ابو له غالي. ها يقول لك انت شايف جاي بالبيت يا ماما، ضيحهم معهم لحمار راو.
كان الكيلو قال بمية. سمعتهم قال. إيه كلام لحقوا عليه ترى الكيلو بمية. أنا أعتقد داخل الهند. إيه صح أنت مسافرين صح. ما نبي ما نبي نتعدى شوي هنا. اتصل كم بالي بعد؟ اتصل بك؟ ما بوايد يعني ما بوايد. يا اخي لا تحلفوا. اعطاه ابوك ابوك؟ ما علي ما علي ما علي. لا لا لا. علي والله انا بعدي ما باخذ وايد وايد. اللي صور وما ما ياكل. ما يعزم عليهم ابو لوي. ما تبي شيء. حياكم الله المتابعين يعطيكم العافيه. نعرفكم بابو هيثم. يعطيكم العافية سعيد من سيف الغنائي يا مرحبا بكم وهذا الصديق تركي تركي أظن عرفتوه الريال إيه البايع الصغير هذا البايع الصغير تسليم أيوة. تسليم حضورك يعطيك العافية شمعي يعطيك العافية الله يحفظك اليوم معزومين على شوربة بحرية مع أخونا هيثم أبو تركي خالة ما سوى لك خالة ما سوى لك سوى حالك انت الدوك اوي الدوك حرارة متروسة